العنف ضد المرأة كاين عدة أسباب. أنا المرأة في 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 لا مونتاليتي تاعي أنا المرأة ما تتضربش، باسكو اللي يضرب المرأة عندي أنا قيمته تطيح ليسونسيال. المرأة قلت لك صح تبروفوكيك بحوايج، ما عنباليش أنا الراجل يروح من الخدمة تعبان يحب شوية هكا يستراح، يا معايا يدخل جيب بطاطا جيب طماطم جيب فلفل، ما باليش انا يتقلق. كاينين حوايج بسياسة، والمرأة مهما كان يقول لك في القرآن يقول لك في الدين يقول لك خلقت من ضلع أعوج، سما مهما كان لازمك تسيسها وبالعقل. المرأة يقول لك ناقصة عقل وناقصة دين، من اللي تربينا احنا نسمعوا هكا. المرأة تحترم روحها والراجل يحترم روحه ونعيشوا لاباس، انا هكا عقليتي تقول. اجتماعية منها تاع الفقر، حالة الفقر زيد لحقنا واحد المرحلة، مرحلة التخلف في المجتمع، مرحلة التخلف ما نعرفوش احنا المجتمع تاعنا، ما نعرفوش كيفاه شغل أسس المعاملة. أسس المعاملة هي الدين الإسلامي، ماناش نتبعوا الطريقة الإسلامية، الدين الإسلامي ولينا نتخذوا الغرب تاخذوا فيهم شغل قدوة. ودرك على حساب واش راني نشوف في الجزائر، ماشي عنف ضد المرأة، راني نشوف العنف ضد الرجل. كاين العنف ضد المرأة صح، وكاين العنف ضد الرجل. العنف ضد المرأة ما بقاش كما كان وقت الحمد لله. المهم ماشي هو كاين حاجة، هي تركنا الدين، كاين تبرج بزاف تأخير هذه للأسف. ترك الدين هذا هو الشيء اللي خلانا ترك الصلاة ترك القرآن، كان سبب في التخلف مش تقدم. هذا التقدم هو المرأة كي تتقي مولاها وكي تصلي وكي تعبد ربي. المرأة هي اللي كل شيء، هي الأمية القدسية، هي اللي تحمي أولادها، هي اللي تحمي الراجل كل شيء، فهمتيني؟ نحسب هذه هو رأيي، والراجل فاني شوية ليه وشوية ليها، فهمتي؟ يتعاونوا على الزمان على الدار على الأولاد، مش كل شيء في المرأة. إيه لازم يتوعوا الشباب، هذا الشباب هذا ثاني واعر بزاف بزاف بزاف، واعر بزاف بزاف، ولهذا جيستومون لازمهم واعي، لازم يعلموهم باللي لا في كونجيكال دي بون دي كوبل ما كانش، لازم ينونتونت، لازم ينونبيونس، لازم هذا يحترم واحد هذا يزهبل هذا اكسيتيرا، هذا هو. وثاني شويه جينيراسيون هذه المهلوسات، ثاني المهلوسات ثاني عندها دور كبير على بالك، حيت تاثرت على الشباب تاعنا بزاف. نطلبوا من المجتمع المدني باش يكون باش يشارك في الامور هذه، الموعظه وينعتوا لهم كيفاه ليديكاسيون، فوالا كون سو كومبورت، لازم لا فام سو كومبورت بيان، لازم واحد يهزها بالواد كيما احنا بكي لا جينيراسيون تاعنا، واحد يهزها بالواد، واحد يسينر با، واحد يسينر با، هي تنرفا ويخرج يخليها، وهي كي تنرفا ثاني تروح تخدم تروح الكوزينه وتخليه. هذا ما نقول لك، انا ما نشوف حتى عنف ضد المراه، ما كان حتى عنف ضد المراه، يكذب عليك. لو كان نكون نمشي في الطريق دركايا قادر نتكريسها، قادر يسبوني، قادر يقولوا لي حاجه، يا نروح نبوزي بلانت عند لابوليس عند الشرطه، ما نجيبش حقي. بصح هي لو كان تشوف مع واحد فايته، هي تشوف مع واحد تشوفها اللي ما تعجبوش هو كان يقول لها لا تروح تشكي بيه، قادر تباصيه كاينه. ورانا نشوفوا حتى اللي متزوجين دركا راهم يديروا لهم في الخلع، هكذا تتزوج عام عامين، المهم تجيب طفل ولا زوج، هاي يدير حساب بلي لازم عنده حقوق وامور وكذا وكرامنا، ولاو يديروا في الخلع، ولاو يهزوا في العقليه تاع كيما نقولوا يهزوا مونتاليتي اجنبيه، فهمتي؟ مش حتى قمع ضد المراه، راني نشوف ضد الراجل. انت الراجل يخرج من الصباح هو يخدم ويدمر، بالكش الغدا ما يتغداش مليح، العشاء ما يتعشاش مليح، ويروح لدارو ايبا ايه، ويروح لدارو ومن بعد تلاقيه قادر واش راني نشوف كذا، تلاقيه المراه هذيك والو تبسيمه ما كاش، والو على صلاتك ما كاش، واش كفا فوت نهارك عييت بزاف، دير منها ندير لك هذه ندير لك هذه، ما كانش. المراه حساسه بطبيعه الحال، وربي اللي خلق هذا هذه الحساسيه وهذه الرحمه وهذه الشفقه للمراه. رانا في الوقت الحالي هناك فعلا عنف ضد المراه، سواء من الزوج او من الاخ او من الاب او من الجيران مثلا. يعني باش نقول لك المراه كي تكون في حسن ظن الجميع كما يبدو لي، انا تبالي واحد ما يقيسها اذا كانت في المستوى المطلوب، وربي اللي وصى على هذا الامر ماناش حنايا. لكن احنا نشوفوا هذا العنف اللي يستعملوه نتيجه القلق، نتيجه الظروف المحيطه بالمجتمع،
اذا كان الابن مثلا ظروفه صحيه ما تسمحلوش ويطلب من الاخت مثلا عمل معين وكان في حاله قلق ورفضته الاخت مباشره يمارس مباشرة العنف وهو الضرب. نفس الشيء الزوج يروح من العمل ممكن عنده ضغوطات في العمل تاعو راح يردها مباشرة للزوجة تاعو لا الأبناء تاعو. وكاين حتى العنف اللفظي وهذا خطأ. نمدوا راينا في من الجانبين سواء المرأة والرجل لازم يكونوا متبادلين في كل الميادين سواء الاجتماعية أو النفسية أو التربوية في جميع الميادين. والمرأة كي تكون كيما نقولوا حنا تسمى مقدرة الرجل والنساء شقائق الرجال تكون هناك مفاهمة بين الطرفين بإذن الله تعقب للزوج للابن تسمى كيما نقولوا حنا للأخ في كل حاجة راح تمشي الحياة.